طيب هذيك الفترة. هل بتتذكر متى عرف بحقيقة مرضه أنه معه كانسر وأنه يجب أن يكون هناك رحلة علاج؟ شو كان رد فعله؟ يا سيدي العزيز، طلعنا على أمريكا على روتشستر على مايو كلينيك وفحصوا. أول فحص ما أثبت أنه معه عنده كانسر، فبعدين ظاهر طلبوا إعادة التقييم وعملوا له خزعة وثبت عنده أنه معها كانسر. طبعا هو بيحب يسمع للأطباء، يعني ما بيخليهم يخفوا عليه أي شيء، وتحدثوا له بكل صراحة وأنه بده يكون فيه إلها علاج. فطبعا إذا بتتذكروا في هذيك الوقت استدعينا التلفزيون وبعت رسالة متلفزة إلى الشعب الأردني وبلغهم أنه هو مصاب وإن شاء الله الأمور بتكون بخير. يعني هذا كان قراره هو شخصيا، قراره مكاشفة الشعب الأردني، ما واحد كان يتدخل بقرارات. هو استدعى، قال جيبوا التلفزيون وعمل تصوير مباشر وبثوا للأردنيين وقال لهم أنه أنا عندي كانسر ورايح أدخل في رحلة علاج لفترة من الزمن. بينما في كثير من قادة العالم العربي وغير العربي بكون عندهم أمراض بيخفوها عن شعوبهم، مواطنين بيخفوا بيخفوا نعم. مواطنين بصير يقول لك لا المرض هداك، هو قال لهم لا أنا معي سرطان وسأدخل عملية العلاج لفترة من الزمن.